يعتبر التحصين والوقاية وسيلة بسيطة وآمنة وفعالة للحماية من الأمراض، حيث يدفع الجسم لمقاومة عدوى معينة وتقوية جهاز المناعة من خلال تدريب جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة. ونظراً لسرعة وسهولة انتشار فيروس كورونا COVID-19 وإصابة غالبية سكان العالم به، فإن أهمية هذا اللقاح تكمن في الحماية من فيروس كورونا بالسماح للجسم بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن، والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها. لذلك عقدت منظمة الأمين للمساندة الإنسانية مع فريق لقاح سوريا بالتعاون مع مديرية صحة غصن الزيتون مؤتمر انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا COVID-19 في منطقة عفرين، والتعريف بدور اللقاح، حيث تم البدء بعملية تلقيح الكوادر الطبية والإنسانية العاملة في المنطقة. كاميرا الفرات وكما عودتكم كانت هناك لتنقل لكم الحدث وحتى المنشآت الخاصة بما فيها العيادات والمشافع. يعطيك العافية. طبعا أنا الدكتور أحمد حاج حسن مدير صحة عفرين. قمنا بالتنسيق بين منظمة الأمين وفريق لقاح سوريا ومديرية صحة عفرين لتجهيزات لانطلاق حملة لقاح COVID-19. تم اليوم بعون الله 29/5/2021 انطلاق الحملة بعد تجاوز جميع الصعوبات والمعوقات. تقدم جزيل الشكر لمنظمة الأمين وفريق لقاح سوريا للمساهمة لانطلاق هذه الحملة. طبعا نحن كمدرسة عفرين وصحة هتاي لم نوفر أي فرصة لدعم وانطلاق هذه الحملة، والحمد لله رب العالمين. الدكتور محمد سالم عضو اللجنة التقنية بفريق لقاح سوريا. نحن اليوم بمنطقة عفرين لإطلاق أول يوم بحملة COVID-19. سبق وبدأنا بتاريخ 1/5 بباقي المناطق. اليوم عم نستكمل استهداف العاملين في المجال الصحي والعاملين في المجال الإنساني. الحملة بشكل عام بكل المحرر ستستهدف حوالي 850 ألف شخص على عدة مراحل. حتى الآن نحن تجاوزنا 16 ألف ملقح في حلب وإدلب، ونتمنى بدء الحملة بشكل جيد في عفرين حتى نزيد الاستكمال أو نستكمل تلقيح العاملين في الشأن الصحي والمجال الإنساني، لننطلق لاحقا بتلقيح المصابين بمرض مزمن والمسنين فوق عمر 60 سنة. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء. الحقيقة يعني اللقاح هو الوسيلة الوحيدة الفاعلة تماما في التصدي للوباء. لا شك احنا بحاجة إلى وسائل الوقاية، التباعد الفيزيائي، إنما